مشاهدينا الكرام، مكملين مع الشأن المحلي، لكن المرة دي من صعيد مصر اللي اهتمت الجمهورية الجديدة بالعمل على تحقيق التنمية فيه عقب سنوات من التهميش، حيث أعرب البنك الدولي عن سعيه لمواصلة وتعزيز الدعم لهذا القطاع في مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، وعلى رأسها اللامركزية، ودعم تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية والبناء على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا. وأشار المدير الإقليمي بالبنك الدولي إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تحسين بيئة الأعمال، تنمية القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة في عدد من محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بتنفيذ نهج مبتكر للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة وتقديم الخدمات. كما أشار ستيفن جامبر إلى أن نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو نتيجة لشراكة قوية وفعالة مع الحكومة المصرية بقيادة اللجنة العليا لتسيير البرنامج، والتي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم قطاعات التنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والمالية، وبالإضافة إلى آلية تنفيذ فعالية تضم مكتب تنسيق البرنامج على المستوى المركزي ووحدات تنفيذ المحلية في المحافظات المستهدفة. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا السيد جمال رائف، الكاتب الصحفي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. تعليقك ايه على الكلام الجميل اللي احنا بنسمعه ده عن يعني الصعيد وتطور الصعيد والنقلة الحضرية الكبيرة اللي موجودة دلوقتي في الصعيد؟ أكيد الصعيد شهد طفرة تنموية غير مسبوقة، وبنتكلم منذ عام 2014، ومع توافر الإرادة السياسية وقرارات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجد الصعيد أوجه متعددة للتنمية، وأصبحت التنمية الشاملة مفهومها المتنوع والذي يشمل كافة المجالات متواجد داخل صعيد مصر. ثمانية محافظات مصرية أصبحوا الآن ينعموا بالتنمية الشاملة. نتحدث أيضا إن 1.8 تريليون حجم الاستثمارات الحكومية داخل الصعيد، جولات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل محافظات صعيد مصر وتفقده لعدد من القرى ومشروعات حياة كريمة والمشروعات التنموية المصرية، تخصيص أسبوع الصعيد من قبل وإطلاق عدد كبير جدا من المشروعات القومية، أيضا إطلاق الهيئة الخاصة بتنمية الصعيد في عام 2018 كانت أيضا نقلة نوعية في يعني أيضا تنمية الصعيد. وهذا بس دي سر اتكلموا فيه برضو اللامركزية هناك. بالتأكيد الدولة المصرية في الحقيقة بتحاول أن يعني تعظم قدرات كافة المحافظات بشكل عام والصعيد بشكل خاص، وهنا الاعتماد على الموارد الذاتية وعلى القدرات التي تمتلكها كل محافظة وتنمية هذه الموارد والقدرات، بما يمكن هذه المحافظات من أن تكون أيضا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بشكل عام، وأيضا تستطيع أن تستغل مواردها لخفض معدلات البطالة في هذه المحافظات وتقليل معدلات الفقر وتوفير فرص العمل، وأيضا أيضا إتاحة الاستثمارات سواء المحلية أو حتى جذب الاستثمارات الأجنبية. يمكن الصعيد الآن أصبح نقطة جذب مهمة للاستثمارات الأجنبية، يعني بنشوف عدد من المصانع الآن العملاقة في التكنولوجيا أصبحت يعني لها يعني مقرات في بعض محافظات الصعيد مثل باري سويف. وبالتالي أنا أعتقد أن ما قام به الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية هو إنجاز غير مسبوق فيما يتعلق بتنمية وتطوير الصعيد. اعتمدت فيه الدولة المصرية على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول له علاقة بالبنية التحتية وتعظيم البنية التحتية سواء على صعيد الطرق، شبكات الكهرباء، الصرف، المياه وغيرها من بنية تحتية طبعا تمتد حتى الوسائل النقل الحديثة. وأيضا المحور الثاني ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، وهذا انطبع على وجود طبعا مبادرة حياة كريمة أيضا كشريك تنموي مهم داخل صعيد مصر، وأيضا تطوير المنشآت الصحية، وأيضا ما يتعلق بالتعليم وغيرها من مفردات بتدعم البناء الإنسان المصري بشكل عام وطبعا في الصعيد بشكل خاص. والمحور الثالث وهو الشق الاقتصادي، والشق الاقتصادي مهم للغاية، لأن أيضا لا ننسى أن خلال العقود الماضية كان الصعيد يعني عنصر طارد للقدرات البشرية، وكانت هناك هجرة داخلية طوال الوقت من صعيد مصر إلى الوجه البحري لعدم توافر فرص العمل، وهذا في الحقيقة الآن أصبح غير موجود. بالعكس الآن أصبح الصعيد عنصر جذب
للعمالة المصرية ولليد العاملة المصرية، وبالتالي كلها منجزات في الحقيقة. الآن أصبح الصعيد ينعم بقدرات وإمكانيات، وأصبحت لديه تنمية شاملة حقيقية بفضل توافر الإرادة السياسية المصرية. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا سيد جمال رائف الكاتب الصحفي.